ميخائيل يا رئيس كل السماوات ملك السلام والتهليل خادم رب القوات أنفاسك حلة وإكليل شرفك بأعلى الدرجات وسمك ميخائيل تفسير عظيم القوات قلدك بسيف النقمة وملك حكمة ورحمة وأعطاك فوق النعمة في القيامة والزحمة ملاك الله قدرة وأعطاك سيفا من نار موهبك عزم ونصرة صاحب سطوة ومقدار صرعت سطنائيل من أعلى مرتبته أسكنت وطني الويل وإلى الأرض طرحت جعلت الجحيم مسوى وعساك روح قدامه وطعام النار جوه. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. أنا عشت حياتي كلها بشوف وأنا صغير ناس بتعمل فطير الملاك باستمرار، من ضمنهم تيتي، ولما كبرت شوية كانت خالتي تعمل فطير الملاك ويبقى زي عيد عمل فطير الملاك، وأختي لغاية دلوقتي دايما تعمل كل شهر ابتي تعمل فطير الملاك بشعور حلو كده وبحفلة كويسة. عايز أتكلم على عمل فطير الملاك وبركة عمل فطير الملاك. أتكلم في ثلاث نقط. هو عمل فطير الملاك هو لمسة حب أو عطية حب أو تعبير عن الحب. فاكر مرة كان فرح ابني وكان أختي عايشة في مصر وأنا هنا هو، فقالت لا يوم فرح ابنك لازم أسافر مخصوص من مصر، مش أكتفي اللي أنا أبعت كارت ولا أكتفي اللي أنا أدي تليفون ولا أكون معاكم مش عارف بإيه، إنما أنا هاجي مخصوص وأحضر الفرح بتاع ابنك. وكان ده تعبير حب، إن أنا أعبر عن الحب اللي أنا هبذل مجهود. فإزاي هنعبر عن حبنا للملاك ميخائيل؟ اللي أنا هعمل حاجة ليك يا ملاك ميخائيل، هتعب وهجيب دقيق وهجيب وهعمل حاجة واخبزها بعض عدد من الساعات، أقدم لك بعض من التعب كتعبير حب ليك. أنا عارف أن أبونا مايكل كلمكم على مكانة رئيس الملائكة ميخائيل، فمش أكرر الكلام. فتعبير حب هو عمل فطير الملاك، وبيقبلوا السماء هذا التعبير. ودي النقطة الثانية، أن السيد المسيح بنفسه قال أن كأس ماء بارد لا يضيع أجره، وأي عطية صغيرة زي فلسي الأرملة كانت عند ربنا حاجة كبيرة جدا. فعطية أنك تتعب من أجل ملاك ميخائيل وتقدم حاجة من أجله هي عطية مقبولة في السماء، تقابل بحب وتقابل بتقدير من السماء. يا بخت اللي عنده هذا القلب أنه يتعب ويقدم حاجة للسماء، ومن ضمنها في مناسبة ملاك ميخائيل يعمل فطير ويجمع الناس ويشترك في الحكاية دي. من جمال عمل فطير الملاك ان الناس بتجتمع بالصلاة، يقعدوا مع بعض ويصلوا، فبرضه عطية جميلة، عطية حب للسماء باسم الملاك ميخائيل، اللي احنا نقعد مع بعض نصلي ونعمل تمجيد للملاك ميخائيل واحنا بنعمل الفطير الملاك، وفي ميامر مكتوبة للملاك ميخائيل حد يقراها او يرنمها، فبتبقى عطية صلاة كمان، عطية حب وعطية صلاة بنقدمها واحنا بنعمل هذا الفطير. آخر حاجة عايز أقولها في عمل الفطير إن هو لما بيتوزع بيجيب فرح وبيجيب بركة. كنت بقرأ كتاب أول امبارح على إن الكنيسة عندها في ضميرها إن لما تعمل عمل خير في ذكرى وفاة حد، عمل الخير ده يعطي نياحة ويعطي راحة ويعطي فرحة. والكتاب كمان بيروح لدرجة أكبر من كده، بيقول بيعطي كمان في السماء نوع من أنواع رحمة ربنا على المتوفين. الكتاب ده من أيام القديس أثناسيوس الرسولي، مكتوب في رقائق كانت موجودة في الكنيسة، ففي ضمير الكنيسة إن اللي يصنع عمل خير ويفرح الناس ويعطي للناس. في مصر كان فطير الملاك يعطى ويوزع للناس الفقراء اللي ما بيأكلوش واللي جعانين واللي عايزين حاجة يأكلوها وكده، فكان فطير الملاك فرصة إنهم يأكلوا هؤلاء الناس. طب احنا عايشين في استراليا، يمكن ما فيش ناس كتير حوالينا مش لاقيين ياكلوا ولا مش لاقيين يشربوا، فبس فطير الملاك ممكن يعملوا يجيب فرحه لناس،
يعني ممكن اعمل فطير ملاك بشكل يناسب الزمن ويناسب البلد اللي احنا عايشين فيها، يعني كان نعمله صغير مثلا، ولو هنوديه للاطفال ممكن نحط فيه حاجه معينه الاطفال بيحبوها زي مثلا شوكولاته او مثلا زي ملبى، ونختمه بختم الملاك ونصلي الصلوات وكل حاجه، بس نقدمه بطعم يناسب الاطفال، فالاطفال يفرحوا بياخدوه من الكنيسه وبيفرحوا بنقول لهم ده للملاك ميخائيل. حاجة تالتة ممكن نعملها اللي احنا نكتب آية عن الملاك ميخائيل، في عدد من الآيات في الإنجيل عن الملاك ميخائيل أو جزء من التمجيد بتاعه أو جزء من المامر بتاعته، يبقى الإنسان بياخد فطيرة الملاك فرحان بيها لأنها عطية حلوة، زائد إنه بياخد كمان آية بتفكروا بيها بالملاك ميخائيل. عمل فطير الملاك هو عطية حب للسماء وللملاك ميخائيل شخصيا، والملاك ميخائيل إن كنا كبشر بنقدر عمل الحب اللي بيتقدم لنا، فما بالكم الملائكة في السماء تقدر عمل الحب جدا. يبقى الملاك ميخائيل نفسه يعوضكم عن تعبكم وعن محبتكم في عمل فطير الملاك. احنا في المكتبة بتاعت الكنيسة طلبنا كده كمية كبيرة من ختم فطير الملاك، هيبقى موجود. نعمل دايما فطير الملاك لو نقدر بترتيب مع الأب الاعتراف، لو مش قادرين كل شهر يبقى نرتب معه ازاي، بس ياريت نقدم هذا العمل اللي مملوء حب وينقدمه بطريقة منظمة، اللي احنا نقول لابونا او لرئيس الشمامسة اللي انا هجيب فطير ملاك اوزعه في الكنيسة في يوم عيد الملاك، وممكن ابونا يرتب الحكاية دي بحيث انها تتقدم بشكل مناسب لشعب الكنيسة. صلاة نقولها في الاخر ان ملاك ميخائيل هو حارس بيوت الجميع، احنا بنؤمن بذلك ان صورة الملاك ميخائيل على البيوت بتاعتنا بتحرسنا، فهو حارس وهو قوي وهو يدافع عنا ضد الشيطان اللي بيحاول يوقعنا في حاجات كتيرة قوي، وبنلجأ دائما لرئيس الملائكة الجليل العظيم ميخائيل، لأن هو شغلته حماية، بيحامي عننا وبيسندنا وبيحافظ علينا. بركة الملاك ميخائيل فلتكن معنا جميعا وربنا يتمجد. النهاردة هتكلم عن الملاك ميخائيل اللي هو رئيس الملائكة يفوق كل الملائكة، ربنا أعطاله سلطان عجيب جدا جدا، فهو يتميز بقوة عجيبة، واسمه معناها من مثلك أيها الآب أو من مثلك أيها الرب. ففي كذا قصة حصلت في الإنجيل للملاك ميخائيل، هما 5 مرات ذكر اسمه في الإنجيل. من ضمن المرات دي إن كان موسى شعب إسرائيل كان بيحبه جدا جدا جدا، فربنا خاف إن هما يعبدوه، والشيطان كان ناوي يظهر جسده فين علشان خاطر الناس تعبده، فالله بعت الملاك ميخائيل يحرس جسد موسى النبي بحيث محدش يعرف هما كانوا فين إلى الآن. ودي محليها موجودة في يهوذا 1 بيقول ايه، واما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر ان يورد حكم افتراء، بل قال انتهرك الرب. عجيب في الملاك ميخائيل ان هو ربنا اداله قوة وسلطان، انما هو باتضاعه لما كلم الشيطان قال له ايه، ينتهرك الله. فربنا استخدم ملاك ميخائيل عشان يحرس جسد او يخفيه عن مكان الناس تعرف هو فين، حفظا لايه، لان هم لا يعبدوا موسى. وفي مرة تانية في دانيال حليها في دانيال 10 بيقول ايه، ولكن أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق، ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم. اللي حصل إيه؟ إن هو دانيال النبي كان بيكلم ربنا وبتسأل على حاجات، فربنا بعت له ملاك، والشيطان حجز الملاك إن هو يروح لدانيال النبي، فربنا أرسل ميخائيل رئيس الملائكة لأنه هو جبار ما فيش حد يعلو عليه.
وقدر يوصل لدانيال النبي واخبره عن الايه الحاجات اللي هو اتكلم عنها، اللي هو كان دانيال المحبوب عند ربنا عند الله. وفي ايضا في دانيال 12: وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. في ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. الكلام ده كلموا عن دانيال النبي عن أواخر الأيام، وده اللي هيحصل في أواخر الأيام. فالرؤية كانت بتحكينا عن الحكاية دي. فالملاك ميخائيل هو الحارس بتاعنا، هو اللي بيقاوم. يعني من ضمن الحاجات اللي هي مهمة جدا جدا ان هو فعلا بيحرسنا كبني آدمين، وعشان كده لازم نتشفع بيه، وعشان كده كل واحد له ملاك، وبعدين فوقهم كلهم الملاك ميخائيل. وياما عمل معجزات مع الناس في كل مكان وفي كل زمان، الناس بتتشفع بيه وهو بيجي ينقذهم، خاصة لما يكون في نوع من الخوف، نوع من القلق، نوع من الرعب، يجي هو ايه ويكسر الشيطان. والحاجة التانية اللي بيعملها الملاك ميخائيل ان هو عادة بيحمينا. هو طبعا قوته كلها جاية من عند ربنا، قوته جاية من الحق، لان هو يشهد للحق. يعني هو بيبان في الصور ان معاه سيف، انما في الحقيقة الامر ان هو كل قوته جاية ان هو ايه يعرف الحق، يعرف الله، والله بيديله القوة على ان هو ينصرنا. فاحنا لازم نستفيد بشفاعة الملائكة، وخاصة الملاك ميخائيل لانه جبار جدا وقوي جدا، وبعدين ايه رئيس الكل، رئيس كل الملائكة. يعني هو اعلى حاجة في السماء، طبعا العذراء فوق منه بس هو اعلى حاجة في السماء. وبعدين عشان بيقف قدام ربنا على طول، فربنا بيسمع له، يعطينا نصرة ويسمع ويجيب كل الحاجات اللي احنا بنطلبها منه. فياريت كلنا نستفيد بشفاعته وبركته وبحرصه لينا وبقوته لينا ان هو يوصلنا الى السماء. لله المجد الدائم ابديا، امين. في عيد الملاك ميخائيل رئيس الملائكة دايما بنتجمع as a families في بيت من بيوت اصحابنا، بنتجمع بنعمل فطير الملاك سوا، بتبقى بركة كبيرة قوي. هي دايما في الاعياد اللي هي الكبيرة، بتبقى مرتين في السنة، بناخد بركة حلوة قوي، وكل واحد بيحط ايده في الفطير وعمله عشان ياخد البركة دي. معنا النهاردة صاحبتنا ناس ومريم وعاطف، ودايما كمان الولاد بيكونوا موجودين معنا، بيحسوا بالبركة دي كبيرة قوي وبتساعدهم كتير قوي في حياتهم، لان احنا الحاجات دي بتبقى يعني عايزين نعودها وتبقى موجودة دايما في كل بيت مسيحي، عشان ياخدوا العادات بتاعتنا وتقاليدنا اللي احنا تربينا عليها من زمان قوي. عيد الملاك عيد محبوب لكل الأباط الأرثوذكس، وده مش من النهاردة ولا من امبارح، ده من زمان. والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأرثوذكس توارثوه جيل بعد جيل، من الأجداد للجيل الوسط حتى الجيل الحديث دلوقتي، ما زال يعني بيحتفلوا بعيد الملاك لأنه بيحسوا في قوة وفي بركة في الاحتفال بعيد الملاك. يمكن أنا ليا ذكريات بسيطة عن عيد الملاك. يمكن لما كنا في الصعيد وأنا يعني سبت صعيد صغير حوالي 7 سنين، بس لما كان سني حوالي 4 5 سنين، أتذكر إن كان بيعملوا يوم للملاك، وأصحى الصبح ألاقي الدنيا كلها مقلوبة وكله بيتحرك بسرعة، ويقولوا النهاردة يعني هنعمل من النهاردة مادة الملاك، وأنا ما كنتش أفهم يعني إيه مادة الملاك، حتى لغاية فترة بعدها طويلة يعني كانت مادة بكلمة الصعيدي، كانت ستي الله يرحمها دايما ووالدتي يقولوا
مادة هي معناها يعني مائدة، حاجة ممدودة طويلة، لأن كان بيبقى فيه ناس معزومة، ناس جاية كتير، وخاصة كان بيبقى إحنا كان عندنا كنيسة صغيرة، البلد ما كانتش كبير، كان فيها اتنين كهنة كان دايما لازم يبقوا موجودين، لو ما فيش حد يعني تاني موجود حتى لو في أسقف ولا حاجة بالصدفة كان بيبقى موجود، لكن وبيبقى المعلم. وأنا أتذكر المعلم كان يعني إنسان اللي هو بتاع الكنيسة، كان كفيف ومعانا قوس كبير كده، وكان بيبقى فيه طبعا أكل وبتاع، بس أهم حاجة تسابيح الملاك اللي كانت بتستمر لفترة طويلة لغاية بالليل والدنيا تظلم ولسه بيرنموا وبيضربوا بالناقوس وبتاع وبيقولوا ترانيم. فدي يعني ذكرياتي، وطبعا ما زال الناس بتحتفل بيه لغايه الان. احنا دايما صحابنا يجوا كل شويه، ما فيش يخبطوا علينا ويدونا يقول احنا عملنا فطير الملاك ويدونا. طبعا مبسوط قوي لان انا بحب فطير الملاك مع الشاي، ده اكلتي المفضله، فيا ريت يدوموا يعملوا فطير الملاك، و يا ريت حتى ولادنا كمان نقدر نعلمهم يعني يمكن يعني ايه فطير الملاك، ونكمل من جيل لجيل كده اننا نحتفل بعيد الملاك وبمد الملاك، لانه ده فيه بركه كبيره لكلنا لينا كلنا. بيرجع تاريخ العيد بتاع الملاك مخاييل لايام الفراعنه، كان بيبقى دايما متوافق في 12 بقونه، ودوت كان عيد الفيضان، كانوا بيصلوا لإله النيل إن هو يجيب المية في النيل عشان تروي الأرض والزرع عشان يبقى فيه خير. ده كان في أيام الفراعنة كانوا بيعبدوا الأصنام، لكن لما جال بدأوا يعرفوا المسيح في مصر، بدأت الكنيسة تحول العيد دوت لعيد الملاك مخاييل، إن هو يتشفع أمام عرش النعمة من أجل النيل برضه. فبدأت الناس في القرية أو في الناس في مصر عادة يعني بدأوا يتجمعوا ويعملوا فطير الملاك دوت ويقدموه رحمة للفقراء، لأن هو من أجل أن الملاك مخاييل يتشفع لهم أمام عرش النعمة. وكان في معجزة جميلة قوي حصلت سنة 48 على إيد البابا بطرس الجولي، إن هو كان ساعتها يعني بيصلوا من أجل مية النيل، فبدأ بعد القداس ما خلص البابا بطرس بدأ ياخد المية اللي كانت موجودة في الأواني وخبزة، وفعلاً رماها في النيل، ولقوا فجأة كلهم إن المية بدأت فعلاً ترتفع بسرعة، راحوا شالوا الهيكل ولقوا إن الخير والمية بشفاعة الملاك مخاييل بدأت يعني تعم البلد والخير كله. فكل اللي بيعمل الفطير بتاع الملاك مخاييل بيبقى ليه ذكرى حلوة مع الملاك مخاييل، بيبقى ليه حاجة كده حصلت معاه بتدوم في ذكرياته وبنبدأ نورثها لأولادنا. يعني أنا مثلاً أحكي لكم على حاجة صغيرة حصلت معايا لسه يعني من كام أسبوع. أنا متعودة بعمل فطير الملاك مخاييل لأني لمسة وجوده قوي وصلاته أمام عرش النعمة. فكنت بدور على شغل وكنت بشتغل بعيد قوي، وبدأت أقول لنفسي أنا هعمل الفطير المرة دي، بس وأنا بعمل الفطير طلبت حاجة من الملاك مخاييل بس يحسسني بيها إن هو سامع لصلاتي. فقلت له وأنا بختم الفطير أنا عايزة أشوف الختم بتاعك بعد ما الفطير يطلع من الفرن. عادة وإحنا بنختم يعني الختم بيروح بعد ما بيتخبز، لكن فعلا ولادي حتى كانوا لمسوها جدا، وقلت لهم بصوا انا حاسه ان الملاك مخاييل سامعني. وبدانا فعلا نختم، والولاد كلهم اتجمعوا معايا وحطيت الفطير، وبعدين لقيت 3 أو 4 والولاد كانوا مبهورين لان هم دايما بيعملوا معايا الفطير. فقالوا لي مام لوك يعني وي كان سي ذا بيكتشر اوف ارك انجل مايكل اون ذا فطير الملاك. فخدتهم وصورتهم، وبعدها مفيش2 days كده يعني I was applying for job، ولقيت job بجالي بكل المواصفات اللي أنا كنت وأنا بختم الفطير جاتلي، وحسيت فعلا الملاك سمعني والولاد لمسوها جدا. يعني فعلا ما كانتش قصة، لكن هم كانوا بيعملوا معايا وشافوا أديك was struggling to find job، وبشفاعة الملاك مخاييل جالي الشغل. ومش بس كده، حاجات كتير قوي وذكريات حلوة لما بنتجمع كلنا as a family ونعمل الفطير، بنصلي من أجل حد عيان، بنصلي من أجل حد في امتحانات ثانوية عامة، وفعلاً ربنا بيتمجد لأن الملاك مخاييل ده هو اللي واقف قدام عرش النعمة، والله بيحبه قوي. ف يعني حبيت أشارككم بيها. إحنا
احنا دايما بنحب نعمل فطير الملاك لان كمان عيده بيجي كل 12 في الشهر القبطي، بيجي دايما عيد الملاك، واحنا دايما بنحبه نعمله مع كل اصحابنا والفاميلي ونوزع على بعض، والعيال بيحبوا يشير معانا وبيبقوا هابي قوي ان احنا متذكرين الملاك لان هم حاسين ببركه الملاك وكل قديسين في حياتنا، فبنعمله دايما كل 12 في الشهر القبطي وبنحس ببركته كبيره جدا جدا. وكمان البابا شنودة ذكر مرة إن هو في الإصحاح الثاني في سفر اللاويين إن فطير الملاك بيبقى رمز للبر، فيعني البر يعني العطاء، فإحنا دايماً بنعمله بنحب نوزع على كل بناخده معنا في الكنيسة نوزعه على الناس أو أصحابنا، أو يعني بنحس ببركة كبيرة جداً لما بنعمل فطير الملاك. واحنا كمان بنحب قوي ان احنا نركز ان احنا نعمله دايما ونخلي العيال يشوفوه علشان هم بعدين لما يكبروا، لما احنا يعني نبقى مش قادرين نعمل بعدين، هم يبقوا متعودين على كل العادات والتقاليد بتاعتنا القبطيه والحاجات اللي احنا دايما بنمارسها في الكنيسه، هم يطلعوا عليها لان هم هيشوفوا هيعملوا كل الحاجات اللي احنا بيشوفونا ان احنا بنعملها في البيت، مش بس ان احنا نقول لهم اعملوا، لا لازم هم يشوفوا بعينيهم ان احنا بنعمل كل الحاجات دي علشان يطلعوا متعلمين كل دوت لما هم يكبروا، واحنا بقى نكون مش قادرين نعمل هم يكونوا تعودوا على كل الحاجات دي، لان بركه الملاك كبيره جدا في حياتنا واحنا كلنا لمسينها وحسينها في بيوتنا ونشكر ربنا عليها. انا من ذكريات طبعا فطير الملاك وانا صغير ما لحقتهاش هنا، بس وانا صغير كنا نقعد على طبليه كده ونقعد نعمل الفطير دوت، ومن ضمن الحاجه دي كمان كان ممكن نجيب نودي للجيران والجيران يجيبوا لنا، يعني نودي الطبق بفطير تدينا برضو بالفطير اللي عملته، وكمان كان ترمس. ده الحاجات اللي انا كنت ذاكرها في الفطير ده، ولحد دلوقتي مريم عندي مستليب يعني كل شهر تقريبا بيتعمل في البيت، زائد ان احنا بنبقى قاعدين في الكنيسه يجي لنا فطير من ناس تانية، والناس دي تاخد من ده وده ياخد من ده وكل يدوق وكل ياخد بركه الفطير ده. فده الملاك ميخائيل باسم الصليب بركه كبيره في كل حته، في البيوت في الشغل في الكنيسه في ايفريوير، انتوا بس اذكروه يا اولاد وهتبقى حاجه جميله جدا وبركه كبيره جدا الملاك ميخائيل في كل حاجه وكل حياتنا. وربنا يبارك للمكان، وشكر كمان طبعا الجماعه اللي تعبوا معانا، والاخ يسري والاخت سوزي والاخت نانسي ومريم وكل اللي موجودين، وربنا يبارك الجميع، والدكتور امير على راس الناس اللي بتتشكر. احنا النهارده هناخد بركه عميل فطير الملاك مع اصحابي، وهنعمل الكيلو دقيق هنعمل عليه كوبايه سكر، او لو حابب يكتر السكر حسب الرغبه، يعني كوبايه حوالي 4 أو 5 كوبايات دقيق الكيلو، معاه كوبايه زيت وكوبايه سكر وحوالي معلقتين كبار من الخميره الفوريه الخميره البيره، وللنكهه اللي بيحب يحط انا بحب احط حبهان وشمر وممكن سمسم، وطبعا لازم ذره ملح مع العجين. فدلوقتي هنبدا نحط المقادير مع بعض. رايت احنا هنبدا دلوقتي، لو احنا هنستخدم المج الكبيره دي هتبقى 4 من المج الكبيره دي، لو انتم ما عندكمش المج كبيره هتبقى 6 كوبايات من الصغير مج الصغير. المهم يكون كل العيارات بمج واحد، يعني هتعملوا بده هيبقى نفسه 1 زيت 1 سكر و6 كوبايات دقيق او 1 كيلو هنبدا. المهم كمان الدقيق يبقى منخول لو عندكم افضل، يعني عشان بيبقى افضل في الخمير. واحد 2 3 4 الكيلو دقيق واتيفر، ممكن تجيبوا الكيلو جاهز من الشوبينج على طول تحطوه على طول هنا في العجانه كده،
او ممكن في ناس كتير قوي بتعجنه بايديها كمان. ماما كانت بتعجنه بايديها، ما كانش عندها عجينه، كان بيطلع جميل. فكيلو دقيق دوت اللي هو تيفر بقى 4 كوبايات من المج الكبير او 6 من الصغير، وبتحط عليه رشه ملح صغيره كده، حاجه صغيره. وبنحط كل الدراي انجريدينت بقى اللي هو مثلا السكر اللي هي كوبايه. مريم بتحب تحط عليه منكهات، انا بعمله من غير حاجه بس كله بيطلع جميل في الاخر. ده اللي هو الحبهان الكاردمان، وده اللي هو الشمر اللي هو الفانيل سيدز. تحط شويه صغيرين لو تحبوا، وبيبقى جميل الناس كتير قوي. السمسم انا بحمص السمسم، يعني بجيب طاسه صغيره كده على النار واخلي لونه اشقر، يعني مدي كده على صفار، بس برضو ممكن يتحط من غير ما يتحمص. الكيلو بتحط عليه 3 معالق كبار سمسم فكده، وبعدين بنروح جايبين معلقه ومقلبين كله كده مع بعض. لو الدنيا شتا، لو الدنيا شتا ممكن عشان بس نسرع في ان هو يخمر ويبقى حلو، بنروح مدفيين الزيت دوت حوالي 40 سكند في الميكرويف. بس الدنيا صيف اتس اول رايت، 40 سكند از انف. فبنروح حاطين الزيت، الزيت الاول بتحط هنا كده وتروحي تقلبوا الزيت كله في العجانه. لازم كل الدقيق يشرب الزيت كويس. هنوقفها كده، بيكون دايما في دقيق من تحت فهنجيبه من تحت لفوق كده، نتاكد ان كل دقيق اتشرب من الزيت. وزي ما بقول لكم لو هو في الصيف في الشتاء بليز دفوه شويه عشان ما يعني هو بياخد وقت في التخمير، بقى لونه مصفر كده. هنقلبه كويس قوي، هو يعني بياخد حوالي مثلا دقيقتين كده لغايه ما كل الدقيق يتشرب الزيت. بس عشان نتاكد ان الخميره شغاله، انت ممكن نعملها بره الاول ونحطها على شويه ميه دافيه بمعلقه سكر، ولما بترتفع بتبقى خلاص عارفين ان هي الخميره كويسه وشغاله. دي خطوه ممكن تعملوها الاول قبل ما تبداوا خالص في العجين، بس دي احنا عارفينها ان هي اوريدي شغاله وكويسه، فهنعملها دلوقتي معاكم وبعد كده هنحطها على طول. فهنحط شويه سكر كده في الميه، الميه برده تبقى دافيه عشان تساعدكم ان العجين يبقى يخمر. شويه سكر كده، وبعدين على كل كيلو دقيق نحط معلقه كبيره خميره كده. وممكن لو الدنيا شتا ممكن تحطوا معلقه ونص 2، يعني مريم بتحط مثلا 2 وانا ساعات برضو بحط من 1.5 ل2. ده في الشتا. في الصيف هيبقى هيرتفع بسرعه يعني، وكل ما يبقى فيه تمجيد للملاك مخاييل محطوط وشمعه محطوطه زي ما احنا عاملين كده، والواحد بيصلي ويقول يا رب اذكر المرضى، يا رب اذكر الناس اللي هم في الهيتش سي، يا رب اذكر لو حد مش لاقي شغل يا رب تديله. كل ما الواحد ما بيعجن هو ده الهدف، يعني الهدف ان احنا بنرفع صلوات بشفاعه الملاك مخاييل ان هو يتشفع على رب المجد من اجل كل حد في قلبه طلبه. وعشان كده الناس بتعمله كل عيد، لان فعلا ربنا بيتمجد. فبننزل الخميره كلها كده، بنسيبها شويه لو انت مش متاكده ان الخميره بتاعتك حلوه او يعني شغاله، لكن احنا عارفين ان دي حلوه. فهنحط الخميره على بالميه. كيلو الدقيق بياخد 2 لـ2.25 كوباية ميه، ممكن 2.5 كوباية برضو على حسب نوع العجين ايه، على حسب سوري نوع الدقيق ايه. وبرده لما تيجوا تزودوا الميه اتاكدوا ان الميه دافيه في كل مره، يعني ما ينفعش نحط ميه سخنه ميه دافيه ونرجع نحط ميه ساقعه، تبقى نفس الدفع يعني بتاع الميه. بنمسك العجينه كده بايدينا نشوف قد ايه هي طريه، ما تبقاش ناشفه، تبقى لازم تبقى عجينه حلوه طريه وما تبقاش ملزقه في ايدينا، تبقى جميله كده وطريه قوي. فنحط ممكن شويه ميه كمان، سنه بسيطه مش كتير، فممكن نحط حاجه بسيطه كده. وممكن لو العجينه يعني بدات تلزق ممكن نزود لها دقيق، مش هيحصل حاجه.
هنسيبها كده حوالي 5 دقايق على سرعة متوسطة. العجينة كده نوت باد يعني كويسة طرية، لأن لو تشوفوا هنا إن البولز هنا يعني قرايت الطبق مش ملزق قوي من جوه، فأنا نروح جايبين طبق زي ده ونحط شوية زيت صغيرين بس كده، نقطة زيت كده صغيرة، وندهن بيه الطبق عشان العجينة يعني ترتفع كويسة وتبقى حلوة. وبعدين بإيدينا نروح واخدين العجينة. عايزة أوريكم بس العجينة قد إيه قد إيه حلوة، ما بتلزقش، وهو ده اللي إحنا عايزينه. يعني العجينة جميلة طرية، ريحتها حلوة بسبب اللي مريم حطيته، مش بتلزق خالص في ايدينا. هنحطها هنا كده وهنرشم الصليب زي ما جدتي كانت بتعمل وماما كده، نرشم الصليب كده. دي الحركه دي انا متعلماها من تيتا وماما وخالاتي، وكانوا يغطيها بذكرياتي بقى، كانوا يغطوها، ما كانش عندهم جلاد راب ولا كان في الحاجات دي كلها، لكن كانوا بيغطوها بكيس بلاستيك، وبعد كده كانوا يجيبوا بطانيه، اي بقى بطانيه، وكانت تيتا تحطها وتقول لك دفي العجينه. لا ايه يا تيتا تدفي عجينه؟ تقول لي عشان العجينه تخمر. وكانوا يجيبوا صوره الملاك يحطوها قدام صوره الملاك كده، ويجيبوا شمعه. من ضمن الحاجات اللي هقولها لكم اللي انا يعني شفتها، كان في حد هنا في سيدني، كان الست دي كانت بركه قوي، وهي اللي علمتني اكشلي. يمكن انا اتعلمته من ماما بس ما كنتش عايزه اعمله، يعني ما كنتش في مخي ان انا اعمله، بس الست دي كانت دايما تجيب لي الفطير، وبعدين بتقول لي خدي يا ايناس الفطير مره على مره، فبقيت اقول لها انت ليه بتعملي الفطير؟ فقعدت تقول لي عشان انا بجيب الشمعه بتاعت الملاك مخايل ومش بتنور الشمعه، يعني هي قالت لي كده، لي انا مش بنور الشمعه، بحط الشمعه مش منوره والملاك مخايل بيجي ينور لي الشمعه. والست دي يعني قلت لها معقوله؟ قالت لي اه، واحفادها واولادها وكل الناس عارفين، والى الان الست دي بتعمله، تقولي الملاك مخايل بيجي ينور لي الشمعه. فانا انا بحطها منوره، لكن التماجيد اللي بتتعمل للملاك مخايل والولاد بيسمعوها حتى لو قاعدين بيذاكروا فوق بيجروا بيعرفوا ان انا بعمل الفطير بتاع الملاك. فهنكمل معاكم بقى بس لما ايه تخمر العجينه، فسيبوها حوالي ساعه، ما تستعجلوش عليها، يعني انتوا ممكن تسيبوها كده وتعملوا اي حاجه وترجعوا لها تاني. لازم العجينه دي تبقى ماليه الطبق، يعني تبقى ملياه كده، هو ده السبب. لما تيجي تمسكوا الفطير من حد لحد، في فطير بيبقى زي السفنج كده، وفي فطير بيبقى تقيل. اللي زي السفنج ده اللي بيبقى خمران حلو، لكن اللي بيبقى تقيل ده بيبقى مش خمران حلو. ف وصلواتكم بقى والتماجيد هي اللي هتخلي الفطير يعلى. احنا نغطيه عادي بقى بالجلاد راب بتاعنا، وبعد كده نجيب له البطانيه. دلوقتي بقى الخمير، العجينه اوريدي خمرت، وهنحضر دلوقتي العجينه والصواني معانا، ومعانا 3 اختام النهارده. معانا الختم، في اختام بيبقى عليها صوره الملاك، وفي عليها غصن زيتون، والميزان ده معناه العدل والحق، which is يعني بتشاور على ربنا، الحق والعدل. وده معانا كمان هنا في مرسوم عليه الملاك، مكتوب عليه ملاك الرب. والتالت معانا برضو الملاك، وهو ماسك السيف بتاعه، ملاك ميخائيل وماسك السيف بتاعه. وهنبدأ دلوقتي بقى نشوف العجينة بعد ما خمرت. هنبدأ دلوقتي نفكها، خمرت دلوقتي اهي، وهنحطها هنا على طول. الزيت رايت، بنمسك العجينة كده، هي سهلة قوي، حتة كده زي يعني كورة كده، نكورها كده بايدينا زي ما بنعمل القربان، ونروح ماسكينها كده، ونروح ختمينها بيظهر عليها صوره الملاك مخايل. بس نعملها احسن في الصينيه، نعملها احسن في الصينيه. نعم كده هنا كده. ماشي يا مريم،
في قصة حلوة قوي أحب أحكيها لكم عن معجزات الملاك مخايل. أمنا إريني كانت بتحكي بتقول وهي صغيرة كانت بتروح كنيسة الملاك مخايل، وبعدين كان في راجل طيب قوي في الكنيسة اللي هو الفراش بتاع الكنيسة. كان الراجل ده بيحب الملاك مخايل وكان دايما يهتم قوي بالكنيسة وينظف الكنيسة ويزوق الكنيسة، وكان عنده عزة نفس ما كانش بيطلب حاجة من حد. فمرة روح البيت فمراته بتقول له، يعني كان شايفها زعلانة، فبيقولها في ايه؟ قالت له يا دانيال احنا ما عندناش دقيق وما عندناش اكل في البيت. فقال لها ما تزعليش ربنا موجود ويعني اكيد ربنا مش هيسيبنا. فبتقول راح الكنيسة كعادته، وبعدين قعد كده يعني في الجنينة بتاعت الكنيسة، فسمع صوت بيقول له قوم يا دانيال بص قدامك دي بداية رزقك. فبيقول مشيت شوية كده، هي بتحكي بتقول مشي شوية كده وبعدين لقى 10 قروش على حافة البير. بتقول العشر قروش دي كانت حاجة كبيرة قوي في الوقت ده، يعني احنا بالنسبة لنا دلوقتي العشر قروش دي ما فيش ولا حاجة، لكن بتقول ان العشر قروش دي كانت مبلغ في الوقت ده. فعادة العملة يعني لو انت رميت عملة كده ما بتقفش ابدا على الحافة بتاعتها، لكن هي كانت واقفاله كان صوت الملاك مخايل. فعرف ان دي مبعوثه من الملاك مخايل، خدها وراح اشترى بيها دقيق، وراح قال لمراته ما تزعليش بصي انا بخدم الملاك مخايل وعمره هو ما هيسيبني جعان ولا انا ولا ولادي. وبعدين هو قال له دي بدايه رزقك، فلقى بعد كده فعلا واحد بيخبط عليه وبيقول له افتح يا عم دانيال، وجايب معاه هدوم وكسوه للولاد. فبيقول له ايه اللي انت جايبه لي ده كله؟ قال له بسببك يا عم دانيال أنا شفت الملاك مخايل، شفت واحد أمور جميل قوي قال لي روح خد شوية كسوة وروح ابعتهم لدانيال اللي بي الفراش بتاع الكنيسة بتاعتي. وشوية كده والباب برضو خبط تاني، واحد جايب له لحمة اللي جايب له سكر. فبتحكي بتقول لأني كان عم دانيال بيحب الملاك ودايما يهتم بكنيسته، فكان دايما بيسدد له احتياجاته، وهو لأنه واقف قدام عرش النعمة وربنا بيحبه. يعني لو إحنا دايماً نفتكر إن الملاك مخايل هو اللي ربنا بعته لأبو سفين، هو اللي اداله السفين وقال له روح اديهم لفلوباتير، فدايماً معاه سفين وحاجات كتير قوي. كل حد فينا أكيد عشان الملاك مخايل دايماً يعني ربنا بيبعته يعمل عمله، فهو اللي بعت الملاك مخايل لأبو سفين ساعة لما كان داخل الحرب، فاداله السيف الناري. أبو سفين كان معاه السيف الحديدي اللي هو العادي اللي واخده للحرب، لكن السيف الناري ده اللي بعته ربنا يسوع لأبو سفين عشان ينتصر بيه. فالصورة الطقسية اللي موجودة في الأديورة دايما نلاقيها أبو سفين ماسك سيف ناري فوق وماسك تاني اللي هو الحديدي اللي واخده من الملك تحت كده، وفي صورة تانية بيبقى ماسك السيفين مع بعض كده. زي ما انتوا شايفين دلوقتي خلاص اتعمل واتقرص واتختم، هنسيبه بقى شوية يرتاح بعد كده نحطه في الفرن يستوي. احنا دلوقتي هنبدأ نحط الفرن على 180 درجة الحرارة، وبعدين نستنى شوية 10 او 5 دقايق كده، بعدين نحط الصواني تستوي. احنا دلوقتي هنروح نتشيك على الفطير، وغالبا هيكون استوى لان احنا بقاله about من 20 to 25 minutes هيكون اتعمل. فهنفتح دلوقتي الفرن ونشوفه، لو استوى هنطلعه. اسم الصليب. very good. خلاص دلوقتي الفطير تقريبا برد وهنفرقه، شكله ايه بقى من جوه؟ very nice. هشش وجميل. يلا كل عيد ملك وانتوا طيبين. كل سنه طيبين. استمتعنا وتعلمنا ازاي نعمل فطير الملاك مع بعض، وان شاء الله ده يكون يعني تشجيع ليكم انه دايما تعملوه لانه بيسبب بركه كتيره في البيت. انا قبل النهايه عايز يعني اشكر كل اللي هم
تعبوا وبيشجعوا الخدمة دي. وطبعاً أولهم كهنة أباء الكهنة كنيسة سان مارك اللي هم طبعاً دي always support and encourage services في الكنيسة، وبيخلونا نحاول يعلمونا إزاي نحافظ على كل الحاجات اللي احنا تعلمناها واللي احنا وننقلها للجيل الثاني. عايز أشكرهم خالص على المجهودات. طبعاً كمان مش هنسى اللي هو يعني behind all of this اللي دايماً يورجنايز كل الخدمات دي، الدكتور أمير. الدكتور أمير بيهتم بالحاجات دي خالص، وعنده يعني زي ما نقول اهتمام خاص وغيرة على إنه يتأكد إن كل شيء اتنقل من مكان لمكان، يعني من جيل لجيل، وإن إحنا بنتعلم. طبعاً كمان اللي هم يعني قاموا بالبرنامج وبالتصوير والشغل ده اللي هو يعني عشان الفيديو ده والفيديوهات التانية اللي انتوا بتشوفوها، المهندس ولاء والمهندس ماثيو بصراحة يعني تعبوا قوي وبيتعبوا في كل حاجة إن شاء الله. كمان جيمس مش كمان نشكره برضو، ونشكر كل كمان السيدات اللي هما قاموا وورونا ازاي بنعمل فطير الملاك. عايز اشكركم كلكم، واشكر كل اللي تعبوا واللي بيتعبوا في الخدمات التانية، وربنا يعوض تعبهم خير، وان شاء الله يدينا احنا بركة ونعمة بصلوات الملاك مخييل وكل القديسين. شكرا. شرفك بأعلى الدرجات وسماك ميخائيل تفسير عظيم القوات. قلدك بسيف النقمة وملك حكمة ورحمة، وأعطاك روح النعمة في القيامة والزحمة. ملاك الله قدرة وأعطاك